الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولي مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده ربي لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل عليهم أحيا الحياة أرضا وما شهقت بتسليم فمو يا رب صل على النبي محمد ما سبحت فوق السماء الأنجم محفر قد بالقران على الندى ما حام حولهما حرامك مسلمون لك احرق يا رب صلى عليك الشعر حين نسوه ويظل مهما قيل عنك قليلا ثم ما بعد موقف بديع في غزوه ذات اللقاء وهم عائدون من هذه الغزوه يحصل مع جابر موقف مع النبي صلى الله عليه وسلم فيرى النبي صلى الله عليه وسلم جابرا قد تأخر فيذهب إليه إلى مؤخرة الصفوف ويتفقد حاله ويصلح جمله صلى الله عليه وسلم ثم يقول له ملاطفا هل تزوجت يا جابر فقال نعم يا رسول الله فقال ذكرا ام طيبا فقال بل طيبا فقال حتى ذكرا تداعبها وتداعبها فقال يا رسول الله ان ابي قتل يوم احد وترك دينا وست بنات صغار واني اذا تزوجت امراه مثلهن فلا تقوم عليهن ولا تؤدبهن فقال عليه الصلاة والسلام بارك الله لك ثم قال لجابر أتبعني الجمل بكذا وكذا فقال يا رسول الله هو لك فعاد عليه أفتبعيه بكذا وكذا يغفر الله لك وجابر يقول هو لك يا رسول الله فكرر عليه صلى الله عليه وسلم حتى اتفق اشترى الجمل من جابر فلما وصل الى المدينه امر بلالا ان يبنى له اواق من ذهب ثم اعطاه الثمن فقال عليه الصلاه والسلام خذ جملك ولك ثمن لا تدري اجعد من جبر النبي صلى الله عليه وسلم لجابر وتفقده احواله أن تعجب لجابر الذي له من اسمه نصيب كيف جبر أخواته المنكسرات بموت أبيهم فلم يتزوج ذكرا من أجلهم والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعين جابرا بطريقة غير مباشرة حتى لا يحرجه وهذا من كمال خلقه صلى الله عليه وسلم وحسن أدبه إن تفقد المحروم الذي لا يجد غنى يغنيه من راتبه ولا يتفطن به فيتصدق عليه أعظم صفات المتقين إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون لا نعرفه لأنه يأتي يسأل لكن الذي لا تعرفه هو المحروم وسؤالك عنه وتفقدك له وتزويده بما يحتاجه من أعظم صفات المتقين في المتفق عليه من رواية أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي يطوف بين الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يتفطن به فيتصدق عليه اقرأوا إن شئتم
لا يسألون الناس الحافا. ويذكر بعض العلماء أن من أبواب الصدقة التي يغفل عنها كثير من المسلمين عدم مكاسرة الباعة الضعفاء ذات الكرف البسيطة والدخل المحدود القليل. إنك لا تستغرب حين يدخل باعنا إلى متاجر فاسرة فيعطي تلك الأموال من غير أن يكاسب، ويرى أن المبايعة والمكاسرة في ذلك تنقص من برستيجه كما زعم. يقول أحدهم: ركبت مع سائق الأجرة، فلما أوصلني إلى المكان الذي أريد فأعطيته حقه وزدت بخمس ريال. فنظر إلي مدهشا وتبسم فرحا، إن هذه الخمس ريالات قد لا تساوي عندك شيئا لكن تساوي عنده إفطار لمدة خمسة أيام. فتأمل وعد إلى رشدك وأحسن كما أحسن الله إليك. قولوا من سمعنا استغفر الله لكم وغفر. الحمد لله الذي قدم من شاء بفضله وأخر من شاء بأدبه، ولا يستغرق مخلوق عن إلا في فعله. والصلاة والسلام على متى نبي بعده صلاة والدموع ولها تهل وتسليما ورجله وأجل. فيا خير صاحبكم عظيم ومعصوم عليه اليوم صلوا. صلى الله عليه ما اتصلت عين بنظر وما سمعت أذن بخبر وما ترنمت حمامة على شجر. صلى عليك الله يا علم الهدى ما أن مشتاق إلى لقياك، وعليك من الكون من صلواتنا وقلوبنا طابت على ذكراك. وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. جاء رجل إلى أحد الصالحين وهو صديق له فطرق عليه الباب ثم قال له: إن عندي حاجة أريد منك أربعمائة درهم. فدخل إلى بيته هذا الصالح وعد النقود وهو يبكي، فقالت له امرأته: يرحمك الله، لماذا تثقل على نفسك؟ أما اعتذرت منه وتخلصت؟ فقال: إني لا أبكي على هذا، وإنما أبكي لأني أوصلت صديقي إلى الحالة التي جاء ليسألني، وكان التقصير عندي أنني لم أسأل عليه وأتفقد على أحواله. نفوس كبيرة وقلوب عظيمة عرفت معنى وحقيقة الأخوة، وعرفت أن الدنيا كزائرة لا محالة، إن أخاك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، إذا ريب من الزمان صدعك، شتت فيك شمله ليجمعك. وصدق الأول: إن لله عباد فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سبلا. في صحيح عند الترمذي من رواية سهل بن سعد الساعدي قال: سيدي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. اللهم ردنا لكرهكم جميعا، اللهم أنت نفوسنا تقواها، وزكها اللهم أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم اغفر لمن حضر أهل الجمعة ولوالديه، وافتح موعظة قلبه وأذنيه. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا واحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته اناء الليل واطراف النهار على وجه الذي يرضيك عنا. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد ولوالديه، ولمن صلى فيه ولوالديه، ولمن امن فيه ولوالديه، ولمن اذن فيه ولوالديه،
ولجميع المسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، اللهم أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين آتنا نفوسنا، اللهم يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقوموا إلى صلاتكم ورحمكم الله. غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فرب السماء إنه لحق مثل ما